محمد من بالعباس. يا مرحبا محمد. الو، السلام عليكم. سلام شيخنا، كيف معايا؟ اهلا وسهلا بك وبناس بالعباس، يا مرحبا. الحمد لله. تفضل. مرحبا شيخنا، محمد. عندي سؤال في الارض شويه خاطئ. خير ان شاء الله. مرحبا. ماشي، نسمع فيك الشيخ شويه. انا اسمعك جيدا، نسمعك مليح. تفضل. الحمد لله. راك تسمع فيا؟ انت راك تسمع فيا؟ نعم نعم تفضل. شوف، كاين واحد الشخص اخطا في رمضان، نعم. جامع زوجته في رمضان، نعم. دارها خطرة وعاود ثاني خطأ في رمضان وخدا آخر ثاني. إيه مفهوم. المرة الثانية، المرة الأولى كانوا لزو صايمين، والمرة الثانية كانت الزوجة تاعه بالحمل. مفهوم. وكانت كالية هي، عاود نفس الخطأ. أسكو هو عليها صيام شهرين تاع رمضان اللي فات، والرمضان الزوج ثاني عليه صيام شهرين، ياك شيخ؟ كيما نجاوبك فهمتك، ولكن قبل ذلك اسالك سؤالين. هذا الفعل اللي داروا في نهار رمضان ولا في ليل رمضان؟ داره في نهار رمضان. صح، في نهار. والمره الاولى والثانيه الزوجه بعلمها، والثانيه ثاني في نهار رمضان. في نهار رمضان، ان شاء الله تسمع الجواب. شكرا لك. اسمعني شيخ، اسمعني. نعم. ما كملتش. ايه تفضل. المراه زوجتها كانت كاليه، قول لي اش هو شيء، اش هو الحكم تاعها، وقول لي هو الحكم تاعها اش هو. هذو الاخطاء دايرهم راه حوالي عامين. وكان على باله يعرف اسكو يصوم غي 60 يوم. في 60 يوم ولا عليه الدية ولا عليه كفاره ولا ان شاء الله ان شاء الله تسمع الجواب. شكرا لك. الله يبارك فيك يا اخي الكريم. وللاسف يعني كاين بعض الاخطاء نقع فيها او يقع فيها البعض. بعض الاحيان يتغافل الانسان، يغفل، وفي بعض الاحيان الانسان يعمد. يعني قضايا نتاع الشريعة نتاع الدين، الصلاة والصيام والزكاة، الواجبات هذه لازم نعرفوها، ما لازمش الواحد يغلط فيها، ما لازمش الواحد يدنى إلى حدود الله. ربي قال في القرآن ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. يعني ربي دار لنا حد، قالنا هذاك الشيء ما تقربوهش من نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الليل راهو ليك، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. في النهار لا، في النهار لا، لأنه فيه تعدي الإنسان، هذا هو الصيام. لذلك أنت في حالتك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل مسألتك، سألوا كما السؤال تاعك. قال له إني وقعت على امرأتي في رمضان، قال صم شهرين متتابعين. الكفارة تاعك هي صيام شهرين متتابعين، هذه كفارة من يعني جامع امرأته عمدا في نهار رمضان. هذا شهرين متتابعين مع قضاء اليوم، يعني زوج شهر متتابعين زائد اليوم تعاود تقضيه عليك، والأصل أيضا على زوجتك، لأنه هي ثاني أخطأت معك، المفروض تمنعك عن هذا الشيء. أنت غلط، أنت كنت في لحظة غفلة ولا في لحظة، فعلى الأقل هي تنبهه، قال هذا الشيء لا. فالواجب عليكما كلاكما الكفارة مع القضاء. الزوجة نتاعك إذا كانت يعني حاملا في هذه الحالة، إذا كانت حامل في هذه الحالة، وش نقول لك؟ الحمل درجات ومراتب، إن شاء الله ما تكونش ناوية فقط نية الصيام. إذا ما كانتش ناوية نية الصيام وأفطرت أيام حملها خوفا على جنينها أو خوفا على صحتها، هنا يجوز لها تفطر، بصعب شرط أنه تكون منوية الصيام وتكون خايفة على الجنين أو على نفسها، هنا يجوز لها الفطر مدام راه حامل، يجوز لها وتقضي بدله. إذا كان لا صايمة وانتهكت حرمة رمضان عامدة، فعليها شهرين زائد يوم في المرة الأولى، زائد شهرين زائد يوم في المرة الثانية، لأن الانتهاك تم مرتين، وبتعدد الخطأ تتعدد الكفارة والقضاء، يعني تعاود. الراجل هذاك اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله، قال له إني شيخ كبير، مانيش قادر، ما نقدرش أنا نصوم شهرين متتابعين. أنت إلا قادر تصوم، إلا ماكش قادر أنت والزوجة وش عندكم تمشوا الأمر الثاني. قال أتجد ما تطعم به 60 مسكينا، توكل 60 مسكين. قال يا رسول الله ما بين لابتيها المدينة، يعني الطرفين توحى، أفقر أهل بيت أفقر منا، ما عنديش. قال له ما عنديش باش نوكل. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني أمر ثالث، قال له اجلس معنا. فلما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرق تمر، قال أين؟ وراه صاحب القضاء، تعال. قال له خذه
فأطعمه، يعني ناس فقراء، كشما ناس فقراء أطعمهم. قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذه وأطعمه أهلك فإنه لك صدقة. لذلك وش نقول لك الحكم؟ الحكم هو الكفارة مع القضاء اليوم إذا لم تستطع لم تقدر، يعني إطعام 60 مسكينا عن المرة الواحدة. ورب إن شاء الله يتوب علينا وعليكم أيها الأحبة.